يا الله مع الشيخ إبراهيم أيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الودود هو الله، الله هو الودود. الكلمة دي حلوة دائما، الحب الود. الإنسان بلا حب إنه يحب ويحب ما يقدر يعيش. الإنسان إذا ما تودد إليه هو ما يعرف يتودد، يصير عنده نقص. الله هكذا، ولله المثل الأعلى جل في علا سبحانه وتعالى. علم أن خلقه يحتاجون إلى وده وحبه فقال يحبهم ويحبونه، وعلم أن خلقه سبحانه وتعالى وخاصة المؤمنين يحبون التودد الرباني، فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. كل شيء حولك تودد من الله إليك، الصحة تودد من الله، العطاء الإلهي تودد من الله، كل شيء تشوفه حولك، الغذاء الذي تأكله، السكن الذي تسكنه، الحياة اللي تعيشها، لحظات تودد من الله. الله يبغى يقول لك أنا أحبك، حتى في حالات الابتلاء والامتحان يبغى يعطيك رسالة، أنا أحبك، أبغى أحميك، أبغاك تكون لي، ما أبغاك تكون لغيري، لأن الله غيور، والغيور دائما محب، واللي يحب دائما يكون غيور، فيحميك من بعض الأشياء حتى ولو كان هذا شيئا مؤلما. في كل مناطق العطاء الإلهي من نعمة الإيجاد والإمداد والإسعاد، فالله هو الودود. قولوا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله مع الشيخ إبراهيم أيوب.